القرد الذي لا ينظر إلى مؤخرته يسخر من القردة الآخرين. لا أحد يولد عظيما، يصبح الأشخاص العظماء عظماء عندما ينام الآخرون. عندما تتزوج قردا من أجل ثروته يذهب المال، ولكن القرد يبقى. المرأة التي قدرك الله لها خير من تلك التي اختارتها العين. في الغابة تتخاصم الأشجار بأغصانها، لكنها تتعانق بجذورها. هناك أشخاص يرغبون في مساعدتك على وضع سلتك على رأسك، لأنهم يرغبون في معرفة ما بداخل السلة. إذا قمت بشفاء ساق شخص ما، فلا تتفاجأ إذا استخدمها للهروب. زئير الأسد لا يكفي لقتل الفريسة. إذا اتحد أفراد القطيع نام الأسد جائعا. إذا لم يكن هناك عدو في الداخل، لا يمكن للعدو في الخارج أن يلحق أي ضرر. الأحمق فقط هو الذي يختبر عمق النهر بكلتا قدميه. لا تلوم الله على خلقه للنمر، فقط اشكروه على عدم إعطائه أجنحة. الرجل الحكيم لا يعرف كل شيء، فقط الأغبياء يعرفون كل شيء. أنت تتعلم دائما أكثر عندما تفشل أكثر، ليس عندما تنجح. لا تنظر حيث سقطت، انظر حيث انزلقت. السمك يثق بالماء، لكنه هو ذاته الماء الذي سيطبخ فيه. لا تعتقد أنه لا توجد تماسيح لمجرد أن الماء هادئ. لا يمكن لجميع القروض أن تتدلى من نفس الفرع. إفشاء سر لشخص لا يستحق مثل حمل الحبوب في كيس به ثقب. من ليس له سياج حول أرضه ليس له أعداء. إذا كان البدر يحبك فلماذا تقلق بشأن النجوم؟ الحب مثل المطر، لا يختار العشب الذي يسقط عليه. الرجل الذي يستخدم القوة يخاف المنطق. عندما تتقاتل الفيلة يكون العشب هو الذي يعاني. لا يتم إدخال أصبعين في فتحة أنف واحدة. البحر الهادئ لا يجعل من البحار بحارا جيدا. النصيحة مثل أي شخص غريب، إذا تم الترحيب به فإنه يبقى ليلا، وإذا لم يكن كذلك فإنه يغادر في نفس اليوم. أولئك الذين لا يسافرون لا يعرفون قيمة الرجال. الطريق عبر الغابة طويل فقط إذا كنت لا تحب الشخص الذي تزوره. يمشي الشاب أسرع من كبار السن، لكن كبار السن يعرفون الطريق. إذا كنت تريد أن تخفي سرا أو كله للرياح العابرة، ولكن ليس للمرأة. يمكنك إبعاد ما يجري خلفك، ولكن ليس ما يجري بداخلك. السن المفكك لن يرتاح حتى يتم اقتلاعه. الأسرة مثل الشجرة، يمكن أن تنحني لكن لا يمكن أن تنكسر. من يحفر عميقا من أجل سمكة قد يخرج بثعبان.
أفضل طريقة لأكل فيل هي تقطيعه إلى قطع صغيرة. ليس كل من طارد الحمار الوحشي أمسك به، لكن الذي أمسكه طارده. مهما كان شكل التابوت جميل وحسن الصنع، فإنه لن يجعل أي شخص يتمنى الموت. من يثر عش الدبابير عليه أن يجيد الركض. عندما يتقاتل الإخوة حتى الموت، يرث الغريب تركة والدهم. المرأة زهرة في البستان، زوجها هو الصور من حولها. لا تثق أبدا في امرأة مارست الجنس مع عدوك. هؤلاء الذين يتزينون باللآلئ لا يعرفون كم مرة عضت أسماك القرش ساقي الغواص. أن تحب شخصا لا يحبك مثل هز الشجرة لجعل قطرات الندى تسقط. من يسبب مصيبة للآخرين يعلمهم أيضا حكمة. بغض النظر عن مدى سخونة غضبه، فإنه لا يمكن طهي البطاطا. من الأفضل أن تعيش كأسد ليوم واحد بدلا من 100 عام كخروف.